وتصير الدوخة. الآن هات الكرة حذاري من راسية والهدف الأول، الهدف الأول الإسماعيلي، كرة من محمد فضل. هذه هي كرات الفريق المصري، من كرة يسجل مايكل ما سجلش، محمد فضل يسجل. هذه كرة الإسماعيلي من أول خطورة، ساوى في الدفاع التونسي ومحمد فضل يسجل الهدف الأول للنادي الإسماعيلي. إذا تتغير المباراة، تتغير المباراة في وقت مسكها الترجي. الآن باش تتغير حتى تكتيكيا، باش تقلب اللعبة 180 درجة. الإسماعيلي باش يستناك التالي ويلعب على الكونتر أتاك. نقطة قوية، نقطة إيجابية، مش ممكن هدف بهذه الطريقة، مش ممكن. كالعادة تمر المباريات والترجي نفس الأخطاء في الدفاع. شوف الكورة، الكل يتفرج، محمد فضل وحده، مش معقول، مش معقول ومش مقبول. إذا هدف أول للنادي الإسماعيلي، 1-0 للفريق المصري. الآن تتغير حتى الأمور على مستوى الترشح، ورقة العبور تصبح إسماعيلوية الآن بهذا الهدف من محمد فضل. مازال برشا كورة، 27 دقيقة في الشوط الأول. كنت متأكد أمانة، ليس قلة ثقة بالترجي، أنه الإسماعيلي سيسجل لا محالة. لدفاع الترجي يا فوزي ليس ذنب، 1-1 ترشحك. لا أدري لماذا هذا التراجع على المستوى الذهني للاعبي الترجي بعد قبول الهدف. مباراة ما زالت طويلة، هدف تسجل في 25 دقيقة. عنصر الثقة نفتقده في هذه الدقائق. أحمد سمير فرج، كرة خطيرة وفرصة، والهدف الثاني، والهدف الثاني، الهدف الثاني للنادي الإسماعيلي. الإسماعيلي ما يلقاش دفاع اليوم ويسجل محمد فضل. الهدف الثاني للفريق الإسماعيلي، وريكاردو، ريكاردو عارف من أين توك الكتف في هذا الشوط الأول. مش ممكن الهدف الثاني بهذه الطريقة. أهداف يعني سامحوني لا يقبلها فريق بحجم الترجي وخبرته. شوف الهدف الثاني، أحمد سمير فرج، محمد فضل، والهدف الثاني. هدفين للصفر في الشوط الأول. الآن الترجي يلعب على هدف من أجل ركلات الترجيح، بعدما كان مايكل الرامو يلعب على هدف للبطولة. شوف الهدف الثاني للفريق المصري من الإسماعيلي بالرأس. شوف الكرة من أحمد سمير فرج، يلقى راحته. جونفي يتفرج، العابدي مع الدربالي يتفرجوا. كرة بالرأس في مستوى 6 أمتار، مش ممكن تضيع على محمد فضل. وحده طلع، وحده طلع محمد فضل. ماذا سيفعل القصراوي؟ مش ممكن. افرح يا ريكاردو. هدفين للصفر، بداية في الشوط الأول لم تكن متوقعة بهذا الأسلوب وبهذا الطريق. وطبعا صبحي يعبر عن فرحته. شفتوا الكرة، فرص، شفتوا الكرة ما أقساها. الكرة كانت مايكل الرامو، سيال القوة، الإمكانيات بتاع فريق الترجي خاصة من ناحية الهجومية. مايكل يوسف، وجدي بوعزي، الدراجي اللي ما شفناهش في الشوط الأول، نتمنى أنه تظهر في هذه الدقائق اللي الفريق يحتاج المهارة ويحتاج المواهب ويحتاج القوة الشخصية متاع كل ملاعب داخل المجموعة. إذا هدفين للصفر من محمد فضل. محمد فضل يسجل ثنائية في مال عمر جمال، يبدل الكرة لأحمد سمير فرج. أحمد سمير فرج يوزع كرة وترجع من دفاع الترجي، رجعت من دفاع الترجي عن طريق العابدي. برافو وسام، وسام العابدي، تمشي كرة ممتازة جدا عن طريق الدراجي. الدراجي يدخل، وسام، أسامة، أسامة، الدراجي، الدراجي يلعب كرة مراوغة، الدراجي يدخل، خطيرة جدا الدراجي. مايكل الهدف، مايكل الهدف، سجل يا رامو، سجل يرعبهم يا مخوفهم. مايكل رامو، رجع الترجي يا ولد، رجع الترجي يا ولد، والهدف الأول للترجي العاصمي. 4 دقائق في الشوط الثاني، مايكل رامو، هدفين لهدف الدراجي. برافو وسام العابد، يعطيك الصحة. خرجت الكورة للدراجي، الدراجي عمل الكورة المراوغة الأولى والثانية بالسرعة والمهارة والشماريخ هنا في استاد الدراويش. هدفين لهدف بكورة عن طريق مايكل رامو. الهدف اللي طلبناه، الهدف اللي شفناه، الهدف اللي قريناه وقلنا عليه، ها هو ياتي. خسارة شاف 2-0، لكن المهم يبقي الترجي في البطولة العربية. سلامات يا صبحي، والترجي يستعيد أمل المراهنة على دور الأربعة. هدفين لهدف من مايكل رامو، هدفين لهدف من رامو. 5 دقائق في الشوط الثاني،
على الترجي ان يلعب بامكانه ان يسجل. شوف الكوره من عابدي، شوف الدراجي عمل 60 70 متر. خميس عليك ما شاء الله عليك، خطاف الفريق الاسماعيلاوي لمصلحه الترجي اللي ما عرقلش الدراجي. الدراجي كبير، الدراجي فنان، العبها العرضيه، العبها في الستة امتار للاعب مايكل والكره تدخل في الشباك بالنيران الصديق على ما يبدو. لكن وجود مايكل، وجود مايكل يخوف، وجود مايكل يخوف، والكره في الشبكه الاسماعيلاويه. هدفين لهدف الدراجي بالسرعه، هذا هو المطلوب. الدراجي في اول حضور يعطي بصمه ويعطي لقطه ويفرح يا مكشخ في كل مكان. اذا رجعت المباراه، رجعت لنقطه الانطلاق، رجعت بخطا للترجي. بامكان الترجي ان يعود، بامكان الترجي ان يستعيد بريق الامل. هدف ثاني الان، سجلوا يا الاولاد، سجل يا الاولاد. لعبها سيح محمد فضل، لعبها سيح. ما حبيتش نقول شيء في ركله الجزاء، حبيت نستناه باش نقول ديما احسن ملاعب يضيع البينالتي. هذه المفارقات، خليتها تمشي ببركه الله بسلامه الله، تمشي يعني في السكريتو. الان الاعصاب علينا، الضغط علينا، والدراجي، دراجي في الكره الاولى للدراجي التونسي. صفر النادي الاسماعيلي. يا ربي معاك يا دراجي. اسامه الدراجي، محمد صبحي، حتى محمد صبحي حارس ممتاز في ركله الترجيح، حذاري. اذا ننطلق في الكره الاولى لياخذ الاسبقيه ان شاء الله. تمشي الدراجي سجل 1-0 اسامه الدراجي. من الناحيه المعنويه مهمه جدا، الضغط على الدراويش. وحده ثانيه يا قصراوي، كل باب سويقة ستدعو لك هذه الليلة. شوف الدراجي على اليسار، على اليسار الدراجي ويسجل في مرمى محمد صبحي. 1-0 الترجي، 1-0 للترجي الرياضي التونسي. الركلة الثانية لاعب المباراة عمر جمال. فيها أمل يا قصراوي، لو تركز فيها أمل. يلا باراد القصراوي أو جول عمر جمال. يتقدم عمر جمال، عمر جمال ويسجل. لكن برافو حمدي، حمدي مشالها وعمر جمال سجلها. عمر جمال الكرة تنصفه لأنه كان نجم المباراة أمانة، لاعب كبير برشا، ما كانش ممكن الكرة تخونه وتتمنى عليه. هدف لصفر للترجي، هدف لهدف من الإسماعيلي. الآن الكرة الثانية للترجي، لازم نسجلوا كرات. زياد الدربالي قلت لك في الخمسة، دراجي طلع صحيح وسجل. الدربالي الآن في الكرة الثانية، يا رب. الكرة الثانية من زياد الدربالي، زياد الدربالي، محمد صبحي، راس راس بيناتهم 11 متر منطقة الجزاء. الدربالي ويسجل، ممتاز يا زيدون، ممتاز يا زيدون. الدربالي في المرمى، 2-1 للترجي، 2-1 للترجي. ما اهتزش، خوفني زياد لكن سجل. افرح يا بيانفونو، تمشي 2-1 للترجي. تخوف برشا، تخوف برشا، لكن حطها، حطها الدربالي. شوف الجرينتا، هذا هو اللي نحبوه في الفرق العربية والأندية التونسية لما تشارك خارج الحدود. أحمد سمير فرج، أحمد سمير فرج من جانب الدراويش، أحمد سمير فرج والقصراوي. لو نمسكها إن شاء الله سنتأهل يا قصراوي، كرة تبقى صعبة. أحمد سمير فرج وحمدي القصراوي، يتقدم أحمد سمير فرج وكورة وفي المرمى. ثلاثة ركلات للدراويش وهدفين للاسماعيلي، احسن كوره سدوها لاعبي الاسماعيلي من احمد سمير فرج. 2-2 والركله الثالثه للترجي في الطريق. 2-2 والضغط يكبر، الضغط يكبر، فرحه مصطفى كريم. حقيقه سيناريو صعب، ركلات الترجيح، هدفين لهدفين والثالثه من خليل شمام. خليل شمام لفريق الترجي الرياضي التونسي ضد محمد صبحي. الركلة الثالثة لفريق الترجي، أجواء كبيرة في استاد الدراويش. يتقدم خليل شمام، منعر وفي راجل بينالتي، يمشي شمام ويسجل، سجل خليل شمام في نفس الطريقة يا شمام، على طريقة عبد السلام لما كان نجم في الكرة التونسية في السبعينات والده. 3-2 الترجي، باية من خليل شمام في نفس الزاوية يسدد الترجي ويسجل. كل مرة لأنه فكر محمد صبحي يقول لك اللاعب الترجي مستحيل يلعبوها غادي، سيغيرون المكان والزاوية. العبها هناك، العبها هناك، اسكن في الجهة اليسرى يا ترجي. مصطفى كريم،
آه مصطفى كريم، والله يا كريم. الكرة الرابعة جيبها يا قصراوي وريحنا. مصطفى كريم العراقي يتقدم في كرة تمشي لمصطفى كريم، والهدف الثالث، هدف ثالث من مصطفى كريم، ملعوبة من النجم العراقي. سجدة الشكر، يستاهل الحمد والشكر. والنتيجة 3-3 والركلة الرابعة الآن، الركلة الرابعة لفريق الترجي الرياضي التونسي، الركلة الرابعة لفريق الترجي. هذه هي الكرة الرابعة الآن لفريق الترجي، يتقدم خالد القربي، خالد القربي لفريق الترجي الرياضي التونسي. ركزوا حتى في مكانها خالد القربي إن شاء الله. خالد القربي، محمد صبحي، كرة الرابعة بعد برشا القربي، يتقدم خالد القربي، يتقدم ويسجل، ويسجل بصعوبة لكن سجلها، دونها، اكتبها. 4-3 للترجي. فيق معايا الآن، صحصح معايا قال المصري الآن، تذيع على الإسماعيلي الترجي في النصف النهائي، وإلا نبقى بالركلة الخامسة للدم والذهب، الفريق العاصي من النادي التونسي. الركلة الأخيرة كانت صعبة جدا لكن القربي برافو، برافو القربي. 4-3 للترجي. الكرة الرابعة للترجي ناجحة، الكرة الأخيرة للإسماعيلي، لو ضاعت يداها للترجي عن طريق عبد الله السعيد. يلا قصراوي ريحنا من الركلة الخامسة الأخيرة، القصراوي وعبد الله السعيد، والبرة، والترجي في النصف النهائي. الله الله الله، الترجي يصعد للسيمي فاينال. تعبكم ما مشاش خسارة، رحلتكم لمصر ما مشاتش خسارة. الترجي يتأهل لدور الأربعة بركلات الترجيح، 4-2 على الشقيق والإسماعيلي المصري. الترجي يصعد للسيمي فاينال، يصعد لدور الأربعة. ألف ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي، ألف مبروك يا قصراوي. الترجي مر من عقبة صعبة وصعبة جدا، هذا هو اللي في بنزرتي، هذا هو تأثير فوزي البنزرتي. سألت في البداية، قلت بأي ثوب عدت يا فوزي؟ عدت بثوب الانتصارات، ممثلة في ثوب الجرينتا، مجسمة في ثوب الروح. الترجي يمر بعد كورة ضيعها اللاعب عبد الله السعيد، ليصعد الترجي العاصم التونسي لدور الأربعة. إذا مبروك للترجي الرياضي، هارد لك، حظ أوفر إسماعيلي.